الأنواع المماثلة هي من طراز الرشاش كورد، رعي في تصميمها للنجاح في كل الاختبارات الخارجية وإثبات قدراته تحت كل الظروف القتالية، والأنواع المختلفة من مدافع الرشاش التي تربي الذخيرة 12.7x99mm حسب مواصفات حلف الناتو. يتجه العالم لتطوير مواصفات مسند المدفع الرشاش كور للتأكد من إمكانية إلحاق النماذج المختلفة والمساعدة لتقنيات القتال كالمركبات والعربات المدرعة وطائرات الهليكوبتر.